الأول من نوعه في الشمال السوري، معمل لإنتاج حفاضات الأطفال في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. انطلق خط الإنتاج في المعمل منذ أسابيع قليلة بعد استيراد آلاته ومستلزمات تشغيله من تركيا، والتي أشرف على تركيبها مهندسون وخبراء مختصون بهذا المجال. هلا بشكل عام هون ما كل شيء متوفر، يعني باعتبار ما في مدينة صناعية متكاملة هون من ناحية الكهرباء، من ناحية مثلا حديد. أول ما نزلت الماكينة واجهنا شوية صعوبات بالتصليح، مثلا نعتاز قطع كثير من برا، هاي أول صعوبة مثلا، وبعدين شوي شوي إن شاء الله درجة الماكينة ومشيت أمورنا إن شاء الله. يعني نحن بالوقت الحالي نزلنا ماكينة، عم نشتغل ماكينة، وفي ماكينة تانية بنحسن نغطي جرابلس مناطق محررة بشكل كامل، وإن شاء الله إذا حسننا نفتح خط تصدير لبرا نقدر إن شاء الله. المعمل تتبع ملكيته وإدارته للمجلس المحلي في جرابلس، وتمكن من تأمين عشرات فرص العمل وخاصة للسيدات المعيلات لأسرهن، كما سيسهم هذا المشروع في التخفيف من استيراد الحفاضات وتلبية احتياجات السوق في المدينة، والانتقال في المرحلة القادمة إلى التصدير لبقية المدن والبلدات في ريف حلب بعد زيادة عدد الآلات لتشغيل خطوط إنتاج جديدة. والله قدمنا على المجلس المحلي، قدمت على المسابقة، والحمد لله يعني أنه انقبلت ودومنا هون، صار لنا شهر ونص مداومين هون بالمعمل، والحمد لله يعني أنه قدم لنا المعمل أنه فرصة عمل أنه جيدة، وصار في أنه راتب، يعني كل شهر أني فوته وأنا عندي 3 أطفال بالبيت وأنا معيلة إلهم. الحمد لله أني صرت توفر لهم هذا الشيء ووفر لهم طلباتهم بالبيت. تقدر الطاقة الإنتاجية للمعمل بأكثر من 150 قطعة بالدقيقة الواحدة، ومن المتوقع أن يسهم في تخفيض أسعار الحفاضات في الأسواق إذا ما أثبتت جودتها ومنافستها للبضائع الأجنبية. قفزة جديدة في مجال الصناعة حققتها المناطق المحررة عبر إقامة منشآت إنتاجية تمثلت بتشييد المعامل والمصانع بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي للمنطقة والتخفيف من البطالة عبر توفير فرص عمل جديدة. بدر كجا، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي.